أول حاجة ميري كريسمس لكل اللي بيسمعنا واحتفل بالكريسمس يوم 25 ديسمبر، وعلشان كده كانت كلمة كريسمس هي كلمة السر في حلقتنا النهاردة. والكلام عن الكريسمس له أكتر من محور، هنحاول نغطيهم كلهم خلال الحلقتين بتاعة النهاردة والمرة اللي جاية. لكن عندنا موضوعين مهمين جدا ومرتبطين باليوم ده، هناخد كل موضوع في كل حلقة من الاتنين. في البداية كان واحد من أغرب الأسئلة اللي فضلت معايا طول عمري لحد ما عرفت الإجابة عنها من فترة مش كبيرة، هو ليه الكاثوليك والبروتستانت بيحتفلوا بميلاد المسيح يوم 25 ديسمبر والأرثوذكس يوم 7 يناير، بالرغم من أنه المفروض أن الاحتفال يكون يوم 1 يناير بما أنه يوم بدء التقويم؟ الإجابة كانت غريبة ومعقدة جدا، وحاولوا تستوعبوها معايا لأن الحلقة كمان فيها تفاصيل كتير جدا هنتكلم عنها، فتعالوا ناخد الموضوع جزء جزء مع بعض. في نقطة بس صغيرة حابة أوضحها لكم عن فكرة التقويم سواء الميلادي أو الهجري. فقبل التقويمين كانت الشهور موجودة وبترتبها، يعني كان في يناير وفبراير ومارس، وكان في محرم وصفر وربيع الأول، بس كانت من غير حساب سنين، ودي نقطة كنا قلناها في السيزن الأول في حلقة من الحلقات. وطبعا قبلهم كان في التقويم القبطي، وكلمة قبطي برضو زي ما كنا قلنا معناها مصري، وطبعا لا المسيح اتولد يوم 25 ديسمبر بالظبط ولا الهجرة النبوية كانت يوم 1 محرم بالظبط، لكن كلها كانت محاولات تقريبية تمت بعدها بسنين كتير. واحنا كنا اتكلمنا عن التقويم الهجري قبل كده وامتى بدأ، والنهاردة بنتكلم عن التقويم الميلادي. بدأت فكرة التعامل مع الشهور اللي احنا بنسميها ميلادية سنة 45 قبل الميلاد في عصر الامبراطور يوليوس قيصر او جوليوس سيزر، وعلشان كده اتسمى التقويم ده جولياني نسبة لي. وعلى فكرة تسمية شهر يوليو برضو جت من اسمه، لكن وقتها ما كانش فيه سنين، بس كانت السنة الجوليانية زي السنة اللي بنتعامل بيها دلوقتي بالظبط، برضو 12 شهر ونفس عدد الأيام كل شهر، وكل 4 سنين سنة كبيسة. طيب حد هيسأل أمال احنا عرفنا منين ان الكلام ده كان سنة 45 قبل الميلاد؟ العالم اللاهوتي الروماني دينوسيوس اللي عاش في الفترة من 465 ل 530 هو كان الموجد لفكرة حساب السنين، وقرر يحسب سنة 1 هي السنة اللي اتولد فيها المسيح، أو خلونا نقول قبلها بست أيام زي ما هنشرح كمان شوية، مع ان في دلائل من الاناجيل بتؤكد ان المسيح اتولد قبل حساب دينوسيوس باربع سنين على الاقل، وده موضوع محتاج حلقه لوحده، لكن العالم خلاص مشي على حسابات دينوسيوس اللي كانت باثر رجعي، ومنها عرفنا توقيت كتير من الاحداث سواء تمت قبل الميلاد او بعد الميلاد. بعد أكتر من 1000 سنة اتعدل التقويم الجولياني بالتقويم الجريجوري اللي احنا ماشيين عليه لحد النهاردة، وهنعرف برضو ليه تم التغيير ده. والتقويم الجريجوري اتسمى كده نسبة إلى البابا جريجوريس الثالث عشر اللي أوجده. طيب امتى اتحسب يوم ميلاد المسيح، وليه تم اختيار يوم 25 ديسمبر يكون هو يوم ميلاده، وليه الارثوذكس اصلا بيحتفلوا يوم 7 يناير مش 25 ديسمبر زي الكاثوليك والبروتستانت؟ يلا نبدا الحكايه. نرجع بيكم في التاريخ لأكتر من 1200 سنة قبل التقويم الجريجوري، وتحديدا في سنة 325 لما أقيم مجمع نقيا، والمجمع ده يعتبر أهم حدث في تاريخ المسيحية. وناخد بالنا من حاجة، إن كان لسه التقويم بالسنين ما كانش اتعمل، يعني سنة 325 دي اتحسبت بعد كده. المجمع كان عبارة عن سلسلة من الاجتماعات لعدد كبير من الأساقفة من كل العالم، واللي بناء عليه اتحدد كتير جدا من تفاصيل الديانة المسيحية، وتم فيه اعتماد قانون الإيمان. جت فكرة إقامة المجمع من البابا ألكسندروس لما دعا للإمبراطور قسطنطين الأول أول إمبراطور روماني يعتنق المسيحية، بعد ظهور شخص اسمه أريوس نادى بكلام مخالف للعقيدة اللي كان مآمن بيها أغلب المسيحيين وقتها. وما كانش أريوس لوحده اللي طلع بعقيدة أو فكر جديد في الفترة دي، بس يمكن أريوس كان أكثرهم تأثيرا في الوقت ده.
وافق الإمبراطور قسطنطين على إقامة المجمع بدون تردد، وحضروا 318 أسقف من كل العالم المسيحي، كله بالطبع مع ورود البابا ألكساندروس على رأس المجمع لأنه كان البابا الوحيد في الوقت ده، واستمر من 20 مايو ل 14 يونيو يعني 25 يوم علشان يخرج المجمع يوم 19 يونيو بما سمي زي ما قلنا قانون الإيمان، وده القانون اللي وحد العقيدة المسيحية وقتها، رغم ان بعدها بقرن واحد بس انفصلت الكنيسة في روما عن كنيسة الإسكندرية واصبح فيه مذهب كاثوليكي ومذهب أرثوذكسي. كان واحد من أهم قرارات مجمع نقيا هو تحديد يوم 25 ديسمبر كتاريخ لميلاد المسيح، وقتها ما كانش لسه فيه كاثوليك وأرثوذكس زي ما احنا لسه قايلين. ونفاجئكم أولا إن اختيار اليوم ده تم لأنه كان موافق يوم 29 كيهك وقتها، يعني كان الأساس في الاختيار هو التقويم القبطي مش التقويم الميلادي. طيب ليه 29 كيهك تحديدا بالرغم من إن الكاثوليك ومن بعدهم البروتستانت نسيوه وافتكروا بس يوم 25 ديسمبر؟ السؤال ده له أكتر من إجابة هنستعرض أهمهم مش كلهم لأن ليها إجابات كتير جدا. بداية قبل ما نبدأ في الإجابة، فتاريخ 25 ديسمبر أو 29 كيهك هو تاريخ توافقي، يعني توافق عليه المجتمعين في مجمع نقيا، بس مش هو التاريخ الحقيقي اللي بالتأكيد محدش عارفه أو حتى قدر يحدده بالتقريب. بالعكس ده في مواقع كتير زي موقع قناة الأفلام الوثائقية الشهير History Channel بتأكد أن ميلاد المسيح غالبا كان في الربيع، ودليلهم على كده هو ورود الرعاة والغنم في الوقت ده. خلونا نبدأ باستعراض أهم أسباب اختيار المجمع للتاريخ ده كيوم ميلاد للمسيح. أول وأهم سبب واللي أجمعت عليه عشرات من المواقع الهامة هو أن يوم 29 كيهك هو أقصر يوم في السنة، بمعنى أقصر نهار وأطول ليل، فهو أنسب يوم للاحتفال لأن من بعد اليوم ده بيبدأ النهار في الازدياد التدريجي. وهنا في معنى مهم قوي، إنه بميلاد المسيح اللي هو نور العالم بيبدأ الليل في النقصان والنهار أو النور في الازدياد، وده بناء على اللي قاله القديس يوحنا المعمدان عن السيد المسيح: ينبغي أن ذلك المسيح أو النور يزيد وأني أنا أنقص. إنجيل يوحنا 30:3. وعلشان كده كان عيد ميلاد يوحنا المعمدان المولود قبل الميلاد الجسدي للمسيح بستة شهور في 25 يونيو، واليوم ده هو أطول نهار وأقصر ليل، بيبدأ بعدها النهار في النقصان والليل في الإزدياد. السبب الثاني اللي ذكرته كتير من المواقع والأفلام الوثائقية كان إن اليوم ده بتحتفل فيه الدولة الرومانية بعيد وثني مهم، وهو تكريم زحل الإله الروماني للزراعة وميثرا إله النور الفارسي، وده كنوع من محاولة إقناع رعايا روما اللي كانوا لسه وثنيين بقبول المسيحية كدين رسمي للإمبراطورية، خصوصا إن ده كان في عصر الإمبراطور قسطنطين الأول أول حاكم روماني يعتنق المسيحية. السبب الثالث اللي مذكور كان لتقليد مسيحي قديم، حدد يوم 25 مارس انه يوم معرفة السيدة مريم بانها هتحمل في مولود خاص جدا، واليوم ده اتسمى عيد البشارة، فبحساب 9 اشهر من اليوم ده هيكون يوم الميلاد 25 ديسمبر. السبب الرابع والاخير كان ان اليوم ده هو عيد خاص عند اليهود اسمه عيد الانوار او مهرجان الانوار اليهودي او بالعبري عيد هانوكا، وبيكون في 25 من شهر كسليف، وده شهر في التقويم اليهودي بيتوافق مع شهر ديسمبر. وعيد هانوكا او عيد الانوار بيستمر لمدة 8 ايام بداية من يوم 25 كسليف، وبيوافق اليوم اللي تمكن فيه الشعب اليهودي من اعادة التكريس والعبادة في معبده الاساسي في القدس بعد سنوات من عدم السماح له بممارسة دينه، وده كان بعد تدشين الهيكل الثاني في القدس سنة 164 قبل الميلاد. وبما ان المسيح كان في الاساس يهودي وان المسيح هو نور العالم وده يوم عيد الانوار، فكان ده سبب اختيار اليوم، واعتقد ان السبب ده هو اضعفهم واقلهم اقناعا، بس انا حبيت اذكر اكتر الاسباب اللي اتقالت وتكررت في اكتر من موقع. الجزء اللي جاي من الموضوع هو الجزء المثير والصعب جدا في نفس الوقت في الشرح،
وهو ليه الكاثوليك والبروتستانت بيحتفلوا يوم 25 ديسمبر في حين ان الارثوذكس بيحتفلوا يوم 7 يناير. الغريب في الإجابة ان الاتنين صح. طب ازاي؟ خلونا نشرح الفكرة المعقدة دي وحاول ابسطها لكم على قد ما اقدر، وخصوصا ان الموضوع ده له علاقة كبيرة بمصر واللي تفردت بقرارها زي ما هنشوف في الجزء اللي جاي. البابا جريجوريوس الثالث عشر بابا روما في سنة 1582 لاحظ هو وبعض العلماء ان يوم 25 ديسمبر اللي هو يوم عيد الميلاد مش جاي في توقيته الصحيح. يعني ايه؟ يعني انه مش بيقع في اطول ليلة واقصر نهار، وحسبوا الفرق حوالي 10 ايام، يعني لازم كان يتم تقديم السنة بمقدار 10 ايام علشان يوم الكريسماس او عيد الميلاد يقع في اطول ليل واقصر نهار. وعرف العلماء ان السبب في كده كان الخطأ في حساب طول السنة، والسنة زي ما احنا عارفين هي دورة كاملة للارض حوالين الشمس. السنة في التقويم الجولياني كانت بتتحسب على انها 365 يوم و6 ساعات، ولكن العلماء لاحظوا ان الارض بتكمل دورانها حوالين الشمس مرة كل 365 يوم و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية، يعني اقل من طول السنة المحسوبة حسب التقويم الجولياني بفارق 11 دقيقة و14 ثانية. وبكده اصبح مجموع الفرق ده من وقت مجمع نقيا سنة 325 لحد سنة 1582 كان حوالي 10 ايام. فامر البابا جريجوريوس بواحد من اغرب القرارات في تاريخ البشرية، امر بحذف 10 ايام من التقويم الميلادي او الجولياني علشان يقع يوم 25 ديسمبر في مكانه زي ما كان ايام مجمع نقيا، يعني يوم 5 اكتوبر سنة 1582 فجأة اصبح يوم 15 اكتوبر. وتسمى التقويم ده من بعد التعديل بالتقويم الجريجوري. مش بس كده، كمان البابا جريجوريوس وضع قاعدة بتضمن وقوع عيد الميلاد اللي هو 25 ديسمبر في موقعه الفلكي المظبوط، واللي هو أطول ليل وأقصر نهار، وده كان عن طريق حذف 3 ايام كل 400 سنة، لأن تجميع فرق 11 دقيقة وال 14 ثانية يساوي 3 ايام كل حوالي 400 سنة. الكلام ده وقتها كان في إيطاليا بس، بعدين بدأت بقية دول أوروبا تعمل نفس التعديل، واللي وصل حاليا لحوالي 13 يوم فرق من وقت مجمع نقيا. فمصر بقى ما تعملش بالتعديل ده غير بعد دخول الإنجليز ليها في نهايات القرن ال19، وكان الفرق وقتها زي ما قلنا وصل 13 يوم، فأصبح يوم 11 أغسطس هو 24 أغسطس، وفي السنة دي وافق 29 كيهك اللي هو أصلاً أساس التقويم يوم 7 يناير. وبما أن التقويم القبطي هو أساس اختيار يوم عيد الميلاد، فقررت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية وقتها تثبيت يوم 7 يناير بدلاً من 25 ديسمبر، مع التغيير برضو كل 400 سنة 3 أيام، يعني فعلياً عيد الميلاد عند الأرثوذكس في الفترة دي بيوافق 9 يناير مش 7 يناير. طبعا الموضوع طويل وصعب جدا، وانا عارفة ان في كتير منكم تعب من كتر المعلومات، لكن في نفس الوقت هو موضوع مهم وبيفسر نقطة ناس كتير مش فاهمها، بما فيهم بعض الاخوة المسيحيين نفسهم. يوم 25 ديسمبر او الكريسماس ارتبط بشخصية مهمة جدا احتار الناس في اصلها، وهي دي موضوع حلقتنا الجاية، استنونا.